مرحبا بالجميع. كلمة بالمناسبة صحيبية، قصيدة جزائرية متواضعة. تحية من مولاي إدريس الأكبر بالورد وبالأعمال، من علام ميمون الحضور الكريم الأذن السماعة. هذا نهار كبير وبهيج، مرحبا بجميع الأخوان. هل المحبة الطيبة وسلامي للناس العقول اللماعة، والشكر للحاج محمد الإمامي اللي تكلف بالديوان، والشكر للسيتو بيخ البيض بالمساهمة مول المطبعة، والشكر لجمال عبد الدين المرزوقي عطاه إتقان وصهر عليه أيام وليالي في البحث عن ولاعة، والشكر للأستاذ أستي محمد بوحاشي به زيان الشغل وزاد تنور الكتاب وعطاه معاني وقناعة، والشكر للشاعر السي محمد عويدات عطاه عنوان ومعاه كمل الإبداع والاستشارة والبركة كانت في الجماعة، والشكر للسي أحمد بوطاهر في الكتابة راجل فنان طيب وصبار عنده الخاطر الكتابة في كل ساعة، الشكر موصول رئيس جمعية الرشاد السي محسين الجنان اللي ضيفنا قراءة الديوان يخليه تربته ولاعة، والشكر لرئيس اللجنة الفنية الحمداوي راجل مزيان عبد الوهاب وطاقم التربية والثقافة في مكناس الجماعة، وتحية اللي ساهموا في هذا الحفل بنات وشبان، ومرحبا بالضيوف الكرام اللي شرفونا ونوروا القاعة. قصيدة متواضعة اليوم الوطني. هذا يوم وطني فيه قبطنا راس الخيط وزلقنا الإبرة بخيط الاستقلال ونعم الله بالفرج، من حقرة السلاطة لحاكم بالكلاطة وزيد لانكيت، جاية كل فريق أصبح شريك ما عليه حرج، لكن بقدرة ربي المرحوم الخامس بدا تخطيط بالوطنيين المجاد والحكمة الملكية علات الراية والتاج، واستقل المغرب 56 وبدات الأفراح والتنشيط، والمرحوم الحسن الثاني بنا شحال من برج، وسار البني والتعمير تيزيد كل نهار والتبليط، وقبض المشعل الملك محمد السادس النور الوهاج حفظه الله تريت المغرب ضو الأطلسي والمحيط، ومن الشمال الجنوب خلى العدو فالتالو الرتاج، والمنتخب جاء نصر جاب النصر وخلاهم يهرسوا راسهم في حيط، وبقات رايه المغرب في كل قطار ودعاوي الحجاج، وكرم الله بعثوا في المطر والخير يجي ويشيط ويرطبوا القلوب القصحه وتزهر الدنيا وتدوى البراز.